بئرهم، فناء دارهم، مواشيهم، شبانهم وفتياتهم بالأزياء الشعبية، مظهر من مظاهر استقبال شهر رمضان بمدينة المكلا، بأجواء فرائحية وأهازيج ترحيبية يستقبل الشهر الفضيل. حسب ما شفتم وما ترون انه الناس في قمة الفرح، يعني الحمد لله. نشكر الشباب والشابات والأهالي اللي قاموا بهذه الفعالية، وهي في وحدة الفاروق وما تسمى بحارة الثعالب. كانت فكرة بسيطة، بداية السنوات كنا زي العدة وكده يدورون في الحارات، لكن السنوات الأخيرة فكرنا يعني أن نزيد يعني فعاليات دي المرة مرة نزيدها. هذا أحد الأحياء الشعبية يحتفي الأهالي فيه بقدوم شهر رمضان. القائمون على الفعالية حرصوا على إظهار المباهج والطقوس المخصصة في آخر ليالي شعبان التي اعتادوا على إقامتها لسنوات طويلة، تعبيرا عن مكانة الشهر الفضيل في نفوسهم. أبناءنا وجدوا ضالتهم في هذه الاحتفائيات لإدخال البهجة والسرور إلى أنفسهم، وكأنه الأوضاع يعني يستعيضون بالفرحة عن يعني يحسنون وضعهم بهذه الأفراح. طبعا أنت عارف والناس عارفين أنه الأوضاع هذه السنة جدا صعبة في كل المجالات. الظروف المعيشية الصعبة للمواطنين لم تمنعهم من المشاركة في الاحتفاء بقدوم رمضان. حضور هؤلاء يعكس أهميته ومكانته بالنسبة لهم، وما يضفيه عليهم من مشاعر روحانية وسلوكيات حميدة طوال أيامه ولياليه. لم تمنع الظروف الاقتصادية الصعبة هؤلاء المواطنين من الاحتفال استعدادا لاستقبال شهر رمضان المبارك بالبهجة والسرور وبالأزياء الشعبية والرقصات الشعبية. يتم استقبال شهر رمضان في محافظة حضرموت. عيدروس الخليفي لقناة القدر المشرق المكلا.